طبعا احنا تابعنا تصريحات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة إرداد القمح إلى 1250 جنيه، واحنا نعرف طبعا ومتأكدين أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني، حيث أن الدولة تتصارع لتسخير كافة الجهود والإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم كافة السبل للوصول إلى طفرة حقيقية للمحاصيل التي تحمل طابع الأمن الغذائي كمحصول القمح. والدولة في الفترة الأخيرة قدمت أكثر من وسيلة لدعم الفلاح من خلال القروض التي الميسرة التي قدمتها للفلاح، 2 التوسع في المشاريع التي تحمل الطابع الزراعي، 3 تحديث وتطوير منظومة الري اللي كلنا عارفينها من خلال شق الترع وتطهير المصارف التي تخدم الفلاح. 2 استخدمت الدولة التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بكافة السبل المتاحة. 3 والأهم رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح من خلال كارت الفلاح الذكي أو الحيازة الذكية التي يستخدمها المزارع في الشراء وفي تسويق المنتج الخاص بمحصوله. 2 من خلال هذه المنظومة كان رؤية الدولة أنه تتوسع في التوسع في الصادرات من المحاصيل المصرية حتى يكون هناك قطاع دولاري للخزينة المصرية من خلال دعم الفلاح وتصدير كافة المحاصيل إلى دول شرق آسيا وأوروبا. وإحنا تابعنا في الفترة الأخيرة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه عدد المشتغلين في المنظومة الزراعية في مصر حوالي 5,200,000 عامل يخدم الزراعة في مصر، يمثلوا 9.2% من إجمالي المشتغلين من المواطنين. طبعا أنا سعيد بهذه الزيادة بصفتي نقيبا للفلاحين في قنا.